نعيشوا مع بعضنا واحد اللحظة واللي هي معرض المصانع الجزائرية. وين تفضلك سكوتش تلقى هذوما؟ هذوما جايين تحت سكوتش. وانا بلاصة اللوكال تاعك؟ الله يبقى ايه بو هارون، جيت عندكم خطر البور ثم وكريت الشواء تاع بو هارون. تحبون نعاودوها لكم نعرضوكم وكاع تاعكم؟ خلصتي انت؟ والله نخلصوا لك. ما تخدمش انت، كيف راح تخلص لي؟ لا كاين نورمال. ومي راح تخلص لي؟ كاين عندي درهم تاع شحيحه نورمال. قداش عندك في شحيحه هاي؟ خلص 16 1600. لا لا اي 16 1600. تاجر يا خويا من الصغر وتاجر، ربي يبارك. اي ربي يوفق خويا، شكرا. باللي هذوما قادر تبني اونغار وتبني وزين، قادر يكون هذه المسوات هذه سومة الوزين كامل. هذه بلاك تدير واحد 20-25 مليار. شحال تدير هذه يا خويا؟ صادي بون دي بي تاعها. دي هذه دي متر كوب. دي متر كيف الساعه؟ سمع الساعه ها 3 زوج هكا 3 ملاير هكا كابيتري. سمع نزلت صفر، انا كنت حاسبها 30 مليار. لا 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 هذيك امبورتي، كي تجيبها من امبورتاس. مساك اخ كريم، لاباس خير يا خويا؟ نتبعك. الله يبارك فور كاع زعيم انت يا خويا. نفهم سكسيك حاجه، درت الفكره الجديده. وشنو هي؟ انه نديروا لي بارفان اسماوات جزائريه. الله يبارك. تسمى الريحه نديروها باسماوات جزائريه؟ والريحه الجزائريه. اعطيني اسم، اعطيني اسم تاع الريحه تاعك هذه. عندنا تيم كات. تيم كات زيد. عندنا الاطلس. واش بيك تخمم رابي؟ عندنا عندنا الاطلس، عندنا اسمه، عندي بزاف، عندي بزاف لي برودوي. وهذا كاع انتاج وطني. انت اللي تنتجهم؟ انا نتجهم. وكيفاه ولادك ما تعرفهمش انت؟ انا فابريكو. وكيفاه فابريكو ما تعرفش سلعتك؟ هيا زل سمي لي بسرعه. هاي عندي الاطلس. تيم كات اطلس. عندي الريحانه. الريحانه. البحري. البحري. سمار اذكر لنا نيمرو تليفون باش يعيطوا لك. 05-61-49-71-88. بغض النظر على هذه الحكايه، انت زعيم. والله انت هو الزعيم. قاسم العظم انت هو الزعيم. السلام عليكم. شكرا شكرا. اللي يعرف لي هذه واش هي؟ وتبدا بالاه تحل الباب. هذه واش اسمها؟ في لي كومونتير قافز يجيب لنا هذه واش اسمها؟ تاكاتور. بصح نورمالمون يسموها باب تور. تاكاتور. ها؟ تاكاتور ستيل دور. نعم؟ تاكاتور ستيل دور. تكاثر. 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 واش دخل التكاثر في البيبان؟ لا مارك تاع الباب ريان دور، بصح اسم الشركة تكاثر. ربي يكثرهم. بالخير. السلام عليكم. بين بيز. السلام عليكم. احتراماتنا بوتكس. اوان يونيفورم بيم بيز بروتكس. الله يبارك. هذا المنتوج نلقاوه حتى في الخارج. ها المنتوج هذا يروح لتونس، يروح لمالي، يروح لموريتانيا. هذه هنا 100% صناعه جزائريه. ربي يبارك. شوف 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 الاناقه. شوف قال لك ستيب باي ستيب، ستيب باي ستيب. قال لك ما تطلعش كون تطلع تطيح. تاع ماتريال واش جابك هنا؟ بصح الصناعه هذه الجزائريه استفادوا منها كل. وانا بلاصه لوكال تاعكم تيزي وزو. الله يبارك فيكم. شكرا. تبيعوا الدواء؟ السلام عليكم. ترانسفورماسيون دو بابي. ترانسفورماسيون دو بابي يعني تحويل الورق. الورق تسمى تخدموا بهم حتى هذا نتاع التيكيات؟ هذا مثلا تخدموا انتم؟ نعم. واش اسم الشركه تاعكم؟ جالاكسي. الشركه قال لك اسمها جالاكسي بايب. تسمى هنايا الجماعه اللي يجيو يشريو عليك يديرك يجيب لك كابتير ديكرون تاعهم من الروميز ديما هذه. بيان سور. هيا قال لك ندير لك مرمي. ربي يوفق. وي السلام عليكم. وساك اخ كريم؟ لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. ويحبوك في الله. الله احبك الذي احبتنا فيه. شكرا خويا، يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. هاي دير لنا فوتو معاه. هاي الاخ كريم. وي شكرا. منين الاخ؟ من مشلف. شلف؟ مشلف. الله يبارك خير الناس. نبغي لي باترول، نبغي نيسان بزاف. تبغي نيسان؟ نبغي نيسان باترول. ها هو نطهروا معايا نهيها. طاهر قال لك نبغي تويوتا. جمعت واد سوفا، جمعت ورقة، وجاكم واحد قال لك فيف النيسان. هذه واش هي؟ الله يبارك فيك. شوديرا فابور. شوديرا فابور. شكون يحتاجها؟ الصونة تاع لي زوتيل تاع الحمام تاع الحمام تاع لي كومبلكس المركبات وما شابه ذلك. باش تدير صغار في ستيف. تسمع قرب لينا ستيف. خلاك كاش نضرب لك دوره البنزين ونصلحها ندخل. كيف هادشي؟ هذه تولد كهرباء. كيف كيف تسخن الماء؟ تسخن الماء. يدخل الماء على جهه يخرج على جهه. هنا يدخل بارد، هنا يخرج سخون. كما يبدو لي هنا سودي وحط، سودي وحط، ولكن السودير والله التقني هذا اللي لازم السودير لازم يكون خبير جدا. هذه واش تخدم هذه؟ هذه يا آلة نعزع الأعشاب بالذرة ميكانيكية. هذه قداش السعر تاعها هذه؟ هذه تسوى 145. واللي شاف الفيديو هذا تعملوا له روميز ولا لا؟ بيان سور بيان سور. شحال تعملوا له روميز؟ شحال عملوا له برومو؟ 11 ملايين. 10 قليلة شوية، زيد نقصوا أكثر. لا لا هذا هذاك مكان. اسمع يا جماعه اللي شافوا الفيديو هذا، راني قاعد نيغوسي على جالكم. هاو قال لكم نقص لكم 10 ملايين تولي 135 مليون. فلاح كي يزبر الشجره قصدك يطيها اللي حينها الاعشاب هذيك الزايده في الخريف. في الخريف اهي يستعمل هذايا يبروايه ويخليه في الارض يولي افيك طون سامات. لا هذا يقلب التربه. هذا يقلب التربه. كيف يقلبها التربه هذه؟ هذا اللي لام هذوما. اكد لي برك تصنعوهم كل هنا؟ كله صناعه محليه 100%. هذوما العتاد كامل كنا نستوردوه واحد الوقت، الان رانا نصنعوه. سيت ناتوميزور هذا كما نقولوا عتاد المعالجه الفلاحيه. هذه الجهه كيكون الدواء هذاك عباره عن غبار، وهذه الجهه كيكون الغبار السائل كي عند الدواء عفوا السائل هكا. يعطيك الصحه. اوكي وهذه الريشه هذه من بعد خرج الهواء، وهذاك الهواء كي يخرج
اوكي هذه باش كي تبيسي الدواء مع الهواء هذا كي يروح يصفص ينتشر ينتشر باه ما تضلش دير بيدك هذه دير 145 145 سما نفس السعر اللي شفنا كبير هذيك من هي وقداه نديروا البروموسيون الجماعه تاعنا نحاولوا 5 ملايين سمع عندنا لهنايا تدخل الكاردون تاع تراكتير وتجرها جرار وتدور ومن هنا يجرها الجرار وتمشي بلاكات دو فران 2 3 4 خونا هذه البلاكات دو فران كي نحطها عندي في السياره ونمشي بها تصفر ما تصفرش من الاخر بعد غارونتي 300 كيلومتر 300 كيلومتر بس كان عنده فريلي بزاف انا قادر نكملها في سمانه في سمانتين غارونتي باش ما تصفرش وتفيبري باه ما تصفرش باه ما تفيبريش وتسمى كون يركبها واحد عنده في السياره وتفيبري واش يدير يرجع عند الميكانيكي يركب له يرجع عندنا احنا خويا احنا اللي نرومبورسي وانا بلاصه خويا المصنع تاعكم بورالي هذه صناعه محليه ايوه صناعه محليه كامل المصنع وين حولك احنا عندنا بباب احسان عندنا بدال ابراهيم دال ابراهيم وعندنا بخزرونه وعندنا بوهران شوف الرجل يضرب فيه ولا يتكسر تعطيني انا اضرب ولا اكسره لا ما يتكسرش ثقيله راح نشوف انكسره اضرب 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 انكسره اضرب ما يتكسرش انكسر اضرب 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 ما نجي هكذا اروح نضربه هنا هراه لا 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 خلوه عبيك يضرب في قلبك شبيك مخلوع وش بيك او ان ام تي بي على حسب تشوفها تبان لي سياره او ماشينه او اله مصنوعه عندنا كابيست كلاس الاخ واش راك لاباس بخير لاباس ولا بلاصه لوكال تاعكم في قليعه قليعه نعم يا ربي يبارك لاباس جروب جمال مرحبا بك لاباس الحمد لله واش تبيعوا هنا ولا واش ديروا انا احنا نخدموا جي بي ال غاز جي بي ال غاز غاز وي الغاز يا اخي هذوك برك لي مالفين تلقوا لنا في الطريق خطين لا هذو ما سيستم نوفا جينيراسيون تاع لي سيستم عندك بليز انجيكتور جي بي ال بالكالكولاتور هادو ما عندك هادو ما لي انجيكتور تاع جي بي ال دونك انجيكتي ديريكتومون داخل الكوليكتور دادميسيون اوكي ديريكتومون ماشي كيما بكري كان عندك سيستم كاربيراتور لازم ميلونجور ويصرى الميلونج لو كيت هذا ستانكيت ريكوموندي مع عند فياد الله يبارك شوف معليش انا الشيء اللي نشهد به برك امانه باللي الخدمه راهي عجبتني ونقيه شوف كيف هذه سيبور هذوما منظمين باش الاهتزاز ما يخليش الحاله تفسد شوف السيو تاعها كيفاه منظم الانستالاسيون منظمه هذه لافيش تاع الدياغنوستيك لافيش دياغنوستيك تاعها اوكي هاي فيها هنا لي طونسيتي باش يدخلهاش الماء حاجه نقيه كي تشوف هكا الله يبارك ما شاء الله هذو الحوايج ما عارفين نشوفوهم غير عند شناوا قداه القوت استيعاب تاعو كاين 256 512 انتر شحال وحده 256 دينار 512 7000 دينار والانترا 3500 دينار لو طو دانتيغراسيون سي 50 50 50 نرجع لكم وانا بلاصه تسال المرجع هاي الادرس ونيفو تسال المرجع تسال المرجع الله يبارك مشكور خويا شكرا هذا نشفع عليه بكري هذا كان عندنا السرير تاع بكري خلاص انا صوتي فوق منه وانا كون نطلع هنا ما يفسدش نطلع 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 ما تخافش شفنا صولي بيدي صوليت صح وانا بلاصه لوكال تاعكم خويا رانا في باب علي خويا لازم رب يسكور هذه اللي تركب فيكم شوف ام سي فيزيبل تزيد تاع برا الله يبارك وهذا تشريوه ولا تصنعوه نتوما سين صنعوه نعم برودكسيون تاعنا هذا وانا واش من الولايه سطيف سطيف وانا بلاصه في سطيف سطيف مزلوق راك فاك تاعك على مزلوق مزلوق أيوة. الله يبارك عندك متوي وحتى الدوشات حيت تبان صوليت شويه ايه روعه ما شاء الله الهضاب رادياتور كاين ماش لوجيستيك وماش اكسبيريانس واش المعنى واش الفرق بيناتهم Logistique, c'est tout ce qui est logistique, warehousing, stockage et transport camion. Allah yebarak. L'express, c'est tout ce qui est petit van. حاليا في الجزائر, on est les seuls à avoir كاع les services logistiques. كي تشوف الكازي هذا باللون الاخضر اعرف باللي راهو ماهوش من ريسيكل كاع. واش اسم الشركه؟ الاسكا فروا. الاسكا فروا. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. نجيو هنا نشوفوا هذا الرطماتير. لا ماهيش رطماتير. روح قرب قرب. هذا موتير. هذا الموتير كيما تاع اللي يجي في الماشينه لافي وما شابه ذلك. عندنا هذا فيب والله فيغ ولا حاجه كيما هذيا هذه تصنع المحركات عبر العالم هذوما تخدموهم هنا في الجزائر تما تمني ذوب الالومنيوم وتمني تخدموهم شحال هكاك نسبه الصناعه هنا عندنا هذه 80% 80% ربي يبارك وانا بلاصه الورشه ولا المصنع في سطيف في قجال في قجال الله يبارك تحيه خاصه شكرا بالتوفيق هذه بريباري وفيها الصبغه وتبان لي حدادي ماهيش صعيبه باش نصنعوها هنا هذيا عندنا المحرك هذا عندنا اللي يصنع لهنا عندنا الهاكس عندنا الحديد عندنا كثر يخربوا تبان لي رانا جينا شويه متاخرين اصحاب هذا العرض راهم ما كانش ولكن كما يبدو لي انها خدمه انقيه نروح من بعد نطلعوا عليها تاس شون اشوا عليها فيها الاو تاعها فيها هنا زوج نقاط سيدتي الكريمه تضغطي من هنا
يحبس تضغطي ضغطه يطلع ضغطه ميكانيزم هذا المون يعاود يهبط شحال في غارونتي هذا ابي لازم تقعدوا ديما تخدموا هذا الكويزينه انا خدمت الضمان مدى الحياه حنا مازلنا وانتم مازالكم مرحبا بكم في اي وقت اون اجيري توجور حنا بدنا نروح لونغ لو غادو ولا لو كوامون اوكي نروح مليز ما نلحقوش بعيد ليها الله حنا عندنا ان بو ميكانيزم هذا البلاطو سورتون يخرج حتى لعندك لهنايا اوكي سينو ديكو هذه من بين اكبر المؤسسات الجزائريه اللي تصنع عدد كبير من انواع كيما نشوفوا من هيه شوف من تبدا من هيه هذاك وروح معاها وروح معاها وامشي معاها وهذا على شكل تراثي رائع جدا هذوما تصنعوه هنا في الجزائر وي واش اسم الورشه تاعكم لمسات لما يشوف واحد هذا الفيديو يعمل له سكرين شوت كابتير ديكرو ويجيب لك يقول لك نساعدوني شحال تحيروا 5% نقصوا لهم وعليك انت 7% 7% قلينا شويه لو درناها 10% تكون احسن ولكن قالنا 7% منتوج رائع جدا 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 بلمسات على التراث القديم جدا ربي يوفق اخ كريم شكرا شابة صغيرة ظريفة يعني هذا كامل راح يكون صنع في بلادي على كل حال احنا جينا رطال كما قلنا لكم الناس كل راهم روحوا جربوها